بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه الفترة الجديدة من استوديو الآن، والبداية من الشأن الدولي، حيث أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتصالات على مستوى عال تجرى بين كاراكاس وواشنطن من أجل مساعدة فنزويلا في الخروج من الأزمة الراهنة وحل الخلاف بين رئيس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو. وقال رئيس الأمريكي أننا نتواصل مع ممثلين عدة في فنزويلا لمساعدتها قدر ما نستطيع، مضيفا أن فنزويلا قبل 15 عاما كانت واحدة من أغنى الدول والآن هي واحدة من أفقر الدول. يذكر أن الولايات المتحدة أول دولة تعترف في بداية العام بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وفرضت واشنطن حظرا نفطيا على فنزويلا في أبريل الماضي لتصعيد الضغط على مادورو وإجباره على التخلي عن السلطة. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن دكتور عماد عبد الهادي المحلل السياسي. دكتور عماد اهلا بك معنا على اكسترا نيوز من القاهره. بدايه الموقف الحالي الامريكي يعني من الشان الفنزويلي، كيف تتابع الاتصالات الاخيره بين الجانبين ايضا، ومحاوله واشنطن يعني حسب رؤيتها الخروج من الازمه؟ اولا واضح انه من التصريحات الاخيره للرئيس ترامب ان السياسه الخارجيه للولايات المتحده تجاه فنزويلا متعثره. حدثت اكثر من جوله مفاوضات بين ممثلي المعارضه والحكومه ولكن لم تسفر عن اي شيء حتى الان. الازمه الاقتصاديه في فنزويلا تزداد استحكاما، وتقدر الامم المتحده حاليا ان هناك حوالي 4 ملايين من فنزويلا نزحوا الى الدول المجاوره وفي مقدمتها البرازيل. محاولات واشنطن ازاحه الرئيس مادورو عبر انقلاب عسكري او عبر الضغوط الاقتصاديه فشلت حتى الان. نحن الان في الولايات المتحده في موسم انتخابات، والرئيس ترامب لا يملك خيارات كثيره فيما يتعلق بفنزويلا، علما بان هناك مظاهر لتعطل هذه السياسه على اكثر من مستوى، سواء في الشرق الاوسط مع ايران، في قضيه السلام مع الصين، مع كوريا الشماليه. ففنزويلا والرئيس مادورو ليس في وارد تقديم اي تنازلات ممكنه، ولكن البعض يلوم الولايات المتحده الى حد ما فيما يتعلق بالازمه الاقتصاديه هناك. لا اعتقد ان هناك حل ممكن في المستقبل المنظور، لان مادورو يرفض اجراء انتخابات جديده كما انه يرفض تقديم اي تنازلات للمعارضه حتى الان، علما بان الخطوات التي اتخذت باعتراف اكثر من 50 دوله بزعيم المعارضه كرئيس مؤقت لم يتم التراجع عنها، ومن ثم فلا ارى اي افق بحل حقيقي في فنزويلا حاليا. حضرتك ذكرت دكتور خلال حديثك انه الولايات المتحده الامريكيه ليس لديها الكثير من الخيارات، ولكن معها اوراق ضغط، ويعني اول هذه الاوراق التي استخدمتها هي منع تصدير النفط، كيف ترى ذلك؟ هذا صحيح، كانت فنزويلا من اكبر مصدري النفط للولايات المتحده، وانخفض ذلك بشكل كبير جدا في منذ بدء الازمه. وايضا كما اشرتم في المقدمه ان فنزويلا كانت من اغنى دول العالم ولديها موارد كثيره غير النفط، ولكن للاسف الشديد الاداره السيئه لهذا الرئيس مادورو اوصلت البلد الى حد الفقر. الرئيس ترامب يحاول ان يحقق نصرا ما على اي جبهه من جبهات السياسه الخارجيه، ولكن لا يبدو ذلك واردا فيما يتعلق بفنزويلا تحديدا، خاصه بعد التهديدات التي صدرت من واشنطن في بدايه الازمه ومحاوله الانقلاب الفاشله والتأييد المستمر للرئيس المؤقت خوان غوايدو. كل هذه تعد عقبات، ولا يعتقد احدا ان الرئيس مادورو في وارد تقديم تنازلات، بالعكس هو يستشعر الان نوعا من القوه. اما فيما يتعلق بالضغوط الاقتصاديه فللاسف الشديد من يدفع هذا الثمن هو في النهايه الشعب الفنزويلي، لكن الطبقة الحاكمة سواء مادورو والجنرالات المحيطين به هم لا يتأثرون بهذه الأزمة. حتى غضب الشارع في فنزويلا بدأ يتراجع تدريجيا، ومصداقية المعارضة أيضا بدأت تضعف لعجزها عن حشد الملايين كما كانت في السابق. فنحن تقريبا في طريق مسدود
فيما يتعلق بحلحلة الأزمة في فنزويلا. برأيك هل يمكن أن تصبح فنزويلا في هذا التوقيت تحديدا مع انقسام المجتمع الدولي حول الاعتراف بالرئيس المؤقت من عدمه، هل يمكن أن تصبح ساحة جديدة لتخليص الحسابات؟ للأسف الشديد هذا وارد إلى حد كبير، لأنه الغالبية العظمى من الدول شرقا وغربا لا تدعم الرئيس فنزويلا.